كلمني بقى علاقتك بطارق مدكور، علاقه يعني بخلاف الجزء الفني. قلت لي لها علاقه بالدراسه. لا، طارق مدكور، انا اتعرفت على طارق سنه 93. انا كان في حاجه غريبه جدا، انا كنت منتمي لطارق مدكور من غير ما اعرف طارق مدكور. يعني كان اياميها في تنافس بين حميد الشاعري وطارق مدكور. انا بحب حميد جدا جدا، من عشاق حميد يعني، بحبه جدا. بس كان عندي جوايا ان طارق مدكور، انا منتمي لفريق طارق مدكور سنه في الوقت ده، واتخانق مع ناس: يا ابني انت طارق مدكور، انت مش عارف طارق مدكور ازاي؟ حميد مشهور عشان بيغني. انا بقى طارق مدكور بالنسبه لي ده البابا في الموضوع كان يعني. لغايه ما رحت اشتغلت في اول البوم مع نجم، كان مع فارس، في البوم اسمه سوسنه سنه 93. وطارق مدكور هو اول واحد انا اتعرفت عليه في الاستوديو، وبقيت مبهور ان انا قابلت اخيرا طارق مدكور. ومن كان انا ساعتها عندي كام سنه؟ كان عندي تقريبا 19 سنه حاجه كده يعني، كان 19 سنه. طارق حبني جدا، عطف عليا جدا. عطف عليك جدا. انا هحكي لك موقف هفضحه يعني. طارق كان، طب استنى بقى، طب يلا افضحه وهو سمعك، ما نحبش يعني النميمه في الفضائح. بس ولا على الفضائح طارق ولا يفضحنا الصراحه. معانا الموزع الكبير طارق مدكور. اهلا بيك. انا قلت اطوى امسك لسانه لا يغلط. لا لا لا، يغلط براحته. ازيك يا منى؟ الحمد لله، سعيده بوجودك معانا. ولازم يعني قبل ما ندخل في حكاياتك الجميله مع ايمن، لازم اؤكد اعترافنا ومحبتنا وتقديرنا لموهبتك الكبيره جدا ومشوارك المهم في توزيع الاغاني. سعيده بوجودك معانا. ربنا يخليك. ازيك يا ايمن؟ ازيك يا طارق؟ طارق كان مجند الشاعر حسن عطيه من ورايا، ان هو يقول له انا في ثانويه عامه بذاكر ولا لا. وحسن قاعد معايا طول الوقت، واثاري بلاقي طارق عارف اخباري وانا مش عارف. وفي موقف بيني وبين طارق، دخلت له الاستوديو مره، فكانت والده ايهاب توفيق رحمه الله عليها كانت قاعده في الاستوديو، وكان معاها الشاعر احمد شتا. فانا داخل مساء الخير، فراح طارق شايفني واقف: ايه ده؟ انت ايه اللي جابك؟ انا مش هطلع بره، هو عايزني اروح اذاكر. فالست افتكرت انه بيطردني، فقالت له: ليه كده يا حبيبي؟ قال لها: ده انت مش عارفه حاجه، ده عنده ثانويه عامه. فكان طارق فعلا لدرجه انه بيطردني عشان اروح اذاكر يعني. من الناس اللي هو يعني، انا اولى ثانوي خدتها في سنتين، ثانيه ثانوي خدتها في سنتين، ثالثه ثانوي خدتها في سنه بسبب طارق مدكور، لان هو كان فعلا يعني. ليه يعني؟ احكي لي المرحله دي. طارق مدكور مع ايمن بهجت قمر. طارق ايمن بهجت ايمن موهوب جدا. اولا من ساعه ما عرفته وانا اعجبت جدا بموهبته، غير ان انا اساسا والده بالنسبه لي كان يعني حاجه عظيمه طبعا. فانا كون ان انا اعرف ابن بهجت قمر دي كان بالنسبه لي حاجه يعني حاجه من حاجات الاحلام اللي انا اتحققت في حياتي يعني. لان بهجت قمر بالنسبه لي مش مجرد كاتب او سيناريست او مؤلف، لا، هو جزء كبير من حياتي اللي انا الفنيه اللي انا بتفرج عليها، والمسرحيات اللي انا بحبها، والاعمال اللي انا بحبها، هو هي بهجت قمر. فكان بالنسبه لي بهجت قمر ده حاجه مهمه جدا. فكون ان انا اعرف ابنه وبعدها الاقي نفسي ان انا تحت المسؤوليه، ان انا شايل مسؤوليته، ان انا اخلي بالي منه، وان انا ايوه. ما هو مين اللي حطك في المسؤوليه دي؟ هو ده السؤال. هو ده طارق. حسيت ان انا يعني ربنا باعت لي ايمن علشان خاطر اخلي بالي منه. لا، طارق كنت مثلا طارق يجيب لي اكل ويجي، يعني مش لاقي اكل، يا طارق جعان يا طارق، يروح طارق جاي لي من مدينه نصر جايب لي اكل. وبعدين طارق كان ايه، من نوع تنك قوي، يقعد ورا والسواق قاعد قدام، فانا بقعد جنبه. المفروض بقى احنا بقى ايه، البي وصاحبه، والسواق راجل بقى على باب الله. فاقعد اقول له: انا مش لاقي اكل، انا جعان، انا عايز اكل. تاني يوم لقيت السواق، انا صعبت على السواق فجايب لي فطير. استاذ ايمن ممكن تاخد ده معاك وانت مروح؟ قال لي: شوف يعني شوف صوتك جامد. لا، واعمل حادثه بالعربيه، طارق يجي هو اللي يجي لي. ده انا مره فاكر يا طارق، كنت مع الملحن حسن دنيا في مدينه نصر، ايام ما كانت مدينه نصر دي خلا في حته فاضيه جدا، وسابوني. كان في يوم ممطر في الشتاء قارس جدا، وما معيش عربيه وما معيش فلوس ومش عارف اعمل ايه ومش لاقي. وهو كان طارق ساكن في مدينه نصر. لقيت فكهاني، كلمته: يا طارق انا في الشارع مش عارف اعمل ايه. قال لي: انت فين؟ قلت له: والله ما اعرف. قال لي: اديني الفكهاني. رحت مديله الفكهاني، قعد يوصف له، راح جاي واخدني. لا، طارق كان اب ليا يعني. مش طب انا هسالك سؤال. طبعا الظروف الصعبه دي عدت من سنين، ليه عملت ده مع ايمن؟
عشان والده توفى، عشان هو كان سنه صغير والدنيا لطمته يعني. هي كل حاجه مع بعض الصراحه يعني. انا اولا لما عرفت ايمن انا حبيته جدا، حسيت ان انا يعني اولا موهوب جدا، ثاني حاجه انسان جدا، وبعدين محتاج الرعايه والعنايه ومفيش حد حواليه يعني، محدش يخلي باله منه. فحسيت ان دي مسؤوليه ربنا يعني حطها في ايدي علشان خاطر اخلي بالي منه. فانا عملت الواجب مش اكتر، وفي نفس الوقت احنا بقينا اصحاب جدا، ودلوقتي يمكن هو يعني فينا يعني انا اقول لك على حاجه، انا 99% من الاغاني اللي انا بلحنش كتير، بس الاغاني اللي انا لحنتها 99% منها ايمن هو اللي كاتبها. انا ما بعرفش اعمل اغنيه من غير ما يكون ايمن مشاركني فيها. ايه اكتر اغنيه بتحبها ايمن كاتبها لك؟ لا كتير، في قهوه نص، وفي اتصل ودلع، وفي بتضحك، وفي عامل عامله طبيعي. لا طارق مدخول عامل عامله عامل وعامل عامله طريق ايهاب طبيعي. لا كانت حماقي برضه غير بقى في التوزيع بقى عمر بينا نجاحات كتير الحمد لله، كل حاجه عملناها كانت ايوه. انا احب الحقيقه بقى اللي المفروض يتهنى في نبارك له ونهنيه، مش الطالب ايمن بهجت قمر، لا الحقيقه طارق مدكور انت تربيتك فلحت يا طارق. يعني انا كنت محظوظ فعلا ان طارق يعني فعلا يبقى هو معايا وفي ظهري. وعايز اقول لك بقى ان انا السنه اللي فاتت انا وطارق لما كمان السنه اللي فاتت عملنا لعمرو دياب اغنيه شوفي ازاي جميله وانت كده رايقه، كنت في منتهى السعاده ان احنا لحد النهارده اهو الحمد لله مع بعض وناجحين مع بعض، ودي اهم حاجه. ولسه اللي جاي احلى واحلى. انا بس عايز اقول لكم على حاجه، احلى حاجه في البكالوريوس اللي اخده ايمن بهجت قمر ان احنا اتجمعنا في القعده، ان احنا بنسمع الناس حقيقي حلوه، ان احنا بنشوف علاقات حقيقي صادقه، انه الحياه وحشه جدا من غير ناس طيبين وناس جدعان. يعني هو البكالوريوس ده بس قلب حاجات كتيره حلوه، وهي اللي مفرحانا اكتر من البكالوريوس بكتير طبعا. منطقه جميله، ناس جدعه وحلوه وفي صمت، زي الموزع الكبير الشاطر جدا طارق مدكور. بشكرك يا طارق، بشكرك وممنونه ليك.